أيقونة اليسار بين تجارب السجن والنفي ورئاسة الحكومة، بقلم محمد الشرقاوي. ينم رحيل عبد الرحمن اليوسفي عن أكثر من مغزى، ويستحضر أكثر من مفارقة ليس في العمل الحزبي وتقلبات السياسة فحسب، بل وأيضا في تحديد مدى العلاقة العضوية بين السيرة الذاتية للإنسان الملتزم بأفكاره ومواقفه وصنع التاريخ الحقيقي فوق اعتبارات التأريخ البنيوي بمقاسات رسمية. بين عام 1924 وعام 2000 اختزلت حياة اليوسفي الكثير من التفاعلات والتقاطعات داخل المثلث الممتد بين أضلاعه الثلاثة، أولها التاريخ كما تسطره الروايات في المقررات الدراسية، وثانيها التاريخانية أو هيستوريسيزم التي تتمسك كما يقول عبدالله العروي بأن العقل البشري لا يدرك إلا ما يصنع، أي تلك المنشآت التي تكون العالم التاريخي، وأنها موقف أخلاقي يرى في التاريخ بصفته مجموع الوقائع الإنسانية مخبرا للأخلاق وبالتالي للسياسة. أما الضلع الثالث فهو الأهم، هو صلة الذات بأحداث المرحلة أو ما يعرف غربيا بمفهوم هيستوريسيتي. خلال التنقيب في هذه الصلة بين ذاتية اليوسفي وتاريخ المغرب ما قبل الاستقلال وما بعده، يمكن الغوص إلى الواقع التاريخي والأصالة والواقعية والتركيز على القيمة الحقيقية لأي ادعاءات بالمعرفة بشأن الماضي. بين الأربعينيات ونهاية القرن العشرين تعددت تجارب النضال الوطني لدى اليوسفي بنبض مجتمعي أصيل، وانقلبت بدرجة 180 أكثر من مرة بين العمل الوطني ضد الاستعمار والمشاركة في تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وقبله الاستقلال، ثم الاعتقال والمحاكمة والنفي قبل تولي قيادة أول حكومة يسارية أدخلت مفهوم التناوب إلى القاموس السياسي المغربي بعد سنوات التفاوض بين الكتلة الديمقراطية والملك الراحل الحسن الثاني. لا ينبغي أن ننساق بعواطفنا العربية الميالة عادة إلى أسطرة بعض الأشخاص أو الأحداث، ولكنها مناسبة للتأمل في علاقتنا مع التاريخ المغربي المعاصر وسط تلاحق الأسئلة حول فلسفة التاريخ، بينما تناوله أرنولد توينبي في مؤلفه الشهير بعنوان دراسة في التاريخ، وما أثره روبن كولينوود في كتابه فكرة التاريخ، أو من شغل به غيرهما مثل كارل لويث بالكتابة عن معنى التاريخ. هي حياة الفعل والتفاعل وجدلية التغيير التي عايشها اليوسفي بين طموحات الحركة الوطنية ومنحدرات ومرتفعات العلاقة مع القصر والمخزن ونخب اليسار. يقول الفيلسوف إريك فرانك إن الحالة التي يجد فيها الفرد نفسه هو نتيجة ما فعله هو نفسه والآخرون قبله وفكروا في قرارات تاريخية لا يمكن إلغاؤها. فقط من خلال أخذ هذا الماضي في عين الاعتبار يمكن للإنسان أن يفكر ويتصرف ويكون. في هذا الوضع تتكون تاريخية وجوده. مما يزيد في هذا البعد الحيوي عمل عبد الرحمن اليوسفي في الصحافة منذ الخمسينيات، مما جعله نافذا إلى دهاليز السياسة في المغرب العلوي وأيضا هموم البسطاء في المغرب السفلي، بعدما أولاه المهدي بن بركة الإشراف هو ومحمد البصري على صحيفة التحرير. وقد عدل بن بركة عن مجرى الاتصالات وقتها بين محمد عابد الجابري وعبد الجليل القباج مؤسس ومدير صحيفة العالم الدراع الإعلامي لحزب الاستقلال منذ عام 1946. غير أن السلطات قررت حجز العدد الصادر من صحيفة التحرير يوم 14 من ديسمبر عام 1959 بسبب افتتاحية تضمنت العبارة التالية:
إذا كانت الحكومة مسؤولة أمام جلالة الملك، فإنها أيضا مسؤولة أمام الرأي العام. فتم اعتقال كل من اليوسفي والبصري في سجن العلو في مدينة الرباط. فقرر الشيخ بالعربي العلوي آنذاك تقديم استقالته من منصبه كوزير للتاج احتجاجا على اعتقال البصري واليوسفي، وهي أول وربما آخر استقالة سياسية في المغرب المعاصر. تعرفت على أفكار اليوسفي عن قرب بين 1993 و 1998 خلال سلسلة مكالمات هاتفية بيني في واشنطن وبينه في مدينة كان الفرنسية، بعدما قرر النفي الاختياري ومقاطعة العمل الحزبي عقب امتعاضه من نتائج الانتخابات التشريعية عام 93 وبعض الخلافات الداخلية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأيضا عندما عاد إلى المغرب قبل توليه منصب رئيس الحكومة أو الوزير الأول آنذاك عام 98. رغم ممرارة ما خلفته تلك التعثرات في مسيرة الحزب في نفسية اليوسفي، إلا أنه لم يتخلى عن حسه الوطني والتزامه الأخلاقي ورؤيته الاستشرافية إلى مستقبل الإصلاحات الديمقراطية في المغرب، ولم يتساهل مع رصانة الثقافة السياسية من منظور اليسار الملتزم والمتشبع بتركته منذ الخمسينيات. حضرت إلى المغرب لمتابعة الانتخابات التشريعية في خريف 1997، فاتصلت به عبر هاتفه المنزلي مساء الخميس، ودعاني إلى مكتبه في مقر صحيفة الاتحاد الاشتراكي في الدار البيضاء للحديث عن المرحلة الجديدة وحصيلة التوافقات بين زعماء الكتلة الديمقراطية عشية يوم الاقتراع. كان في حديثه لماحا يجعلك تلتقط المغزى دون أن تكشف كلماته عن الكثير. بعد أن تبين لي أنه سيقود سفينة الحكومة الجديدة، حرصت على معرفة رأيه في حظوظ زعيم حزب الاستقلال آنذاك محمد بوستة، لكن كانت لليوسفي من اللباقة ما جعلته في حل عن أي عبارة قد تثير حافظة الاستقلاليين. في مذكراته أحاديث فيما جرى، يستعيد اليوسفي كيف بدأ التحضير لحكومة التناوب في بدايات عام 1998، وأنه تلقى اتصالا من وزير المالية آنذاك إدريس جطو ليخبره أن الحسن الثاني هو الذي كلفه بلقاء كما يقول اليوسفي، وأنه جاء بعد العرض الذي قدمه السيد جطو لجلالته حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة للمغرب وآفاق المستقبل التي تنتظر بلادنا، وأمره جلالته أن يعرض عليه نفس العرض لنناقشه معا. ولقد دام ذلك اللقاء حوالي 4 ساعات استمعت فيها إلى عرض السيد الوزير، الذي ملخصه أنه بالرغم من الصعوبات الاقتصادية فإن المغرب يمكنه الخروج بسلام إذا اتخذ العديد من الإجراءات الضرورية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي كما جاء في المذكرات. من المواقف المثيرة في السياق المغربي أيضا أن يعلم اليوسفي من جليسه جطو أن الملك اضطر لإلغاء مسلسل التناوب الذي أطلق عام 1994 لإيمانه بأن التناوب الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا مع من كانوا في المعارضة طيلة العقود الماضية، وبالضبط مع شخص عبد الرحمن اليوسفي كما تقول المذكرات. كانت هذه لحظة تاريخية وتاريخانية أيضا، وذات مغزى في صلة الشخص بمنعرجات المرحلة الجديدة، كما تستحضر رؤية منظر اليسار المغربي محمد عابد الجابري عندما كتب في مقالة بعنوان المعارضة ضرورية للملك والملك ضروري للمعارضة. يروي الجابري كيف أن علاقة قادة المعارضة بالملك الحسن الثاني، سواء منهم المهدي بن بركة أو عبد الرحيم بوعبيد أو عبد الرحمن اليوسفي، ترجع إلى ما قبل الاستقلال،
حينما كان ولي العهد الشاب يقوم بصلة الوصل بين والده والقادة الوطنيين، وحين كانت السلطات الاستعمارية تعتبره متطرفا يحرض والده على فرنسا. وأكثر من ذلك، كان من الممكن أن يكون اليوسفي مديرا لديوان ولي العهد منذ بداية الاستقلال لو أنه قبل ذلك المنصب، غير أن الرياح تجري أحيانا بما لا تشتهي السفن، ومن أنواع العبث الذي يرافق السياسة دوما منذ غابر العصور أن الرياح المفاجئة هي التي تقرر في اتجاه التاريخ. ومع أن التاريخ لا يكرر نفسه، فهناك في مختلف العصور سلسلة من التحولات تتكرر بصور جديدة ولكنها متشابهة كما يقول الجابري. أصبح اليوسفي في نظر الكثيرين أيقونة الالتزام والتفاوض دون التساهل في تركيب نظام حكم يقوم على أفضل اجتهادات من كل طرف، الملكية واليسار والنخب المثقفة. يتذكر اليوسفي يوم 4 فبراير 1998 عندما حضر إلى القصر الملكي للقاء الملك الحسن ليصبح وزيرا أولا في مرحلة كانت مثقلة بالتحديات ومتدفقة أيضا بالتوقعات. في هذا اللقاء المباشر خاطبه الملك قائلا: إنني أقدر فيك كفاءتك وإخلاصك، وأعرف جيدا منذ الاستقلال أنك لا تركض وراء المناصب بل تنفر منها باستمرار، ولكننا مقبلون جميعا على مرحلة تتطلب بذل الكثير من الجهد والعطاء من أجل الدفع ببلادنا إلى الأمام حتى نكون مستعدين لولوج القرن 21 كما قال الحسن الثاني. شهادة عميقة المعنى من رجل ألمعي في خيارته الاستراتيجية في حق رجل ألمعي في وطنيته وشهامته الفكرية والأخلاقية. بين الحسن الثاني وعبد الرحمن اليوسفي أكثر من قطيعة وأكثر من تلاق، أو أكثر من فصل ووصل إذا استحضرنا قاموس عابد الجابري. هما مثالان على وطنية مغربية فخورة بذاتها ومختلفة في مرجعياتها، لكن الرجلين كانا يبديان التقدير المتبادل ويغلبان منطق التوافق على تعصب الإقصاء. يتأمل الجابري تلك اللحظة بعين المفكر والناقد والمنظر السياسي قائلا: إن الشرعية التاريخية لم تعد تكفي، وذلك لأن الشرعية الوطنية التي منحتها القوة لم يعد لها ذلك الوزن الذي كان لها في 50 سنة الماضية. إن رجال الحركة الوطنية الذين كانوا سندا للشرعية التاريخية قد انسحبوا من المسرح نتيجة التقدم في العمر والأجل المحتوم، واليوسفي ربما هو آخرهم. وبالمثل فالملك الحسن الذي عاش مفعول الشرعية الوطنية وتربى في حضنها قد فارق الحياة. جاء التوافق بين الرجلين بصيغة التوفيق بين تمسك الحسن الثاني ببعض المناصب السيادية وفسح المجال لليوسفي في اختيار بقية أعضاء الحكومة. فأبلغه الملك بأنه على استعداد أن أضمن لك الأغلبية لمدة 4 سنوات، ولك أن تختار فريقك الحكومي كما تشاء، غير أنه ونظرا لأن مجلس الأمن اتخذ قرارا بإجراء استفتاء في الصحراء قبل نهاية هذه السنة أي 98، فإننا في هذه الحالة سنكون في حاجة لخبرة وزير الداخلية الحالي إدريس البصري الذي أشرف على إدارة ملف أقاليمنا الجنوبية منذ 15 سنة، كما سأطلب من رئيس الحكومة الحالي السيد الفيلالي أن يتولى وزارة الشؤون الخارجية التي أشرف عليها منذ سنوات لنفس الأسباب. أما باقي الوزراء فأنا أنتظر اقتراحاتك، كما قال الحسن الثاني لعبد الرحمن اليوسفي. في المقابل يبدي اليوسفي التقدير لما لمسه في لحظة حاسمة لتأكيد المنح الوطني الواسع وليس العداء أو الحسابات السياسية الضيقة. في ثنايا الموقف الشخصي للملك الحسن الثاني أكثر من موقف مؤسسة الحكم أو المخزن. يتذكر اليوسفي أن الملك
حباني كما يقول بالضمانات السياسية والأخلاقية التي من شأنها أن تعطل المعول السلبي لما اتسمت به الانتخابات ونتائجها ومما اشتكى منه الجميع. وأكثر من ذلك لمست فيه ما يبعث الثقة والاطمئنان في النفس أن هناك قرارا حقيقيا من جلالته بالدخول في عملية إصلاح شاملة تتدارك ما فات وتؤسس لما هو آت. ليست اللحظة الراهنة في تخليد تركة هذا الرجل مناسبة لاستعراض ما آلت إليه تجربة التناوب وأداء الوزراء الاتحاديين سواء بين 98 و 2002 أو خلال الحكومة الثانية بين 2003 و 2007، وكيف نالت من مآل وآمال اليوسفي في تكريس فلسفة الملك التي وصفها في مذكراته بأنها تقوم على خلق سوابق وتقاليد جديدة تتراكم لتصبح بالتدريج عنصرا في بنية الدولة ككل. وكان اليوسفي يعتقد أن الشراكة بين القصر والاتحاد الاشتراكي بدأت تتحرك في طريق واعد بعد تشكيل الحكومة في 14 من مارس 98، وأنه كان يجتمع مع الملك مرة كل أسبوع وأحيانا عدة مرات لتحضير جدول أعمال الاجتماع الحكومي الأسبوعي، فضلا عن عقد اجتماع خاص لتدبير جدول اجتماعات المجالس الوزارية. هذا بالإضافة إلى الاجتماعات الطارئة كلما اقتضت الضرورة ذلك، سواء فيما يخص القضايا الوطنية أو الدولية التي نتبادل خلالها كما يقول اليوسفي الآراء قبل اتخاذ القرارات الضرورية. كما هي دلالة القانون الثالث لدى إسحاق نيوتن بأن لكل فعل ردة فعل في الاتجاه المقابل، تجاري السياسة قوانين الفيزياء، ولا يكتمل المثلث بين التاريخ والتاريخانية وصلة الذات بأحداث المرحلة دون استحضار بعض الضغائن السياسية وقشور الموز المزروعة على الطريق. يشير اليوسفي بسماحة الرجل المعهودة والسياسي المتشبع بتجارب الماضي القريب والبعيد إلى من يصفهم بنبرة دبلوماسية جيوب المقاومة. وإن كان يتفادى توجيه الأصابع بشكل مباشر، بل يكتفي بعبارته اللبقة بأن من الصعب تصوير هذه الجيوب تصويرا دقيقا، لكن الجميع يدرك أن ما تمكن من بناء مصالح أثناء العهود السابقة أو لا يزال ويرى في التغيير والتجديد تهديدا لمركزه الاقتصادي أو مركزه السياسي سيكون منخرطا في بنية هذه الجيوب. الواضح أن المصالح المتراكمة لا بد أن تجعل نوعا من البشر يستفيد من هذا الإرث، فنحن لا نستغرب أن تكون تلك الجيوب موجودة ولها أثر سياسي واستغلت وحاولت وضع كل العراقيل، ولكنها لم تفلح في إفشال تجربة التناوب والتوافق كما يقول اليوسفي في مذكرته. هذه معضلة كانت ولا تزال تقوض الأمل في مغرب بناء المواطنة والحداثة ومغرب تكافؤ الفرص، خاصة عندما تجتمع إرادة أصحاب المصالح مع من يحرس تلك المصالح. مما يزيد في الطين بلة أن يجد اليوسفي نفسه عرضة لمؤامرات وضرب تحت الحزام منذ بداية توليه رئاسة الحكومة، ويتذكر أيضا أنه عندما استهل الاستشارات الأولى لتشكيل حكومة التناوب واستقر وقتها في شقة في حي أجدال بالرباط، تبين بعد مدة أنه تم زرع أجهزة التجسس وأخرى لتسجيل محتوى تلك المشاورات داخل الشقة، وبالنتيجة تم التخلي عنها واللجوء إلى أماكن أخرى متعددة لنفس الغرض كما يحكي اليوسفي. أيضا كانت هناك المعركة حول الإعلام، وهي من أشرس المعارك التي تمت فيها المواجهة مع البصري، وقد عانى المرحوم الأستاذ محمد العربي المساري من جراء ذلك لدرجة أنه قدم لي استقالته مرتين كما يقول اليوسفي، وقد تراجع عنهما بعد النقاش معه، وقد حاولت حتى على الاستمرار في مواجهة جيوب المقاومة، لأننا لم نأتي من أجل المناصب بل جئنا من أجل الإصلاح، وهو أمر جد صعب ومساره وعر ويتطلب جهدا وصبرا لا ينضبان. يرحل
زعيم الحزب ورجل الدولة وصانع التوافق بين المعارضة والحكم، ويبقى للاتحاديين وبقية المغاربة أن يستنبطوا الكثير من ذكريات اليوسفي بين تجاربه ومواقفه وحقبته التاريخية. ويبدو أن هناك أمنيات معينة تمسك بانتظارها ومدت في عمره حتى 96، بيد أن أمنية خاصة كانت وظلت في خلده ونصب عينيه منذ 50 هي قيام وحدة المغرب الكبير بعد أن عايش وساعد الثورة الجزائرية وتضامن الحركة الوطنية المغربية معها لسنوات طويلة. وظلت النخوة المغاربية وهاجة في قلب اليوسفي وقلوب أصدقائه الجزائريين والتوانسة والموريتانيين. قبل 5 من رحيله عبر بلغة اليأس الدفين قائلا: من المؤسف أننا نصنع اليوم تقاربا مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، لكن الجمود يخيم على علاقاتنا المغاربية. يموت اليوسفي ويبقى نبض الإخاء المغربي الجزائري قويا حتى آخر أنفاسه، فهو كما يقول: نحن إزاء وضع غريب، وأظن أنه ليس هناك بلدان جاران في العالم يعيشان حالة إغلاق الحدود كما هو الأمر بين المغرب والجزائر، وعواقب ذلك سلبية جدا، ومنها أننا تأخرنا كبلدين على صعيد التنمية، ولو كان التبادل قائما بيننا لكنا خطونا نحو مشروع اتحاد المغرب العربي أكثر فأكثر.